فهسه راح ناخذ كفانكشنز عن البروتينات. شنو وظائف البروتين؟ طبعا شوي راح نطول بقصة الفانكشنز اوف بروتين، ولكن مهم انه ناخذ فكرة شنو وظائف البروتينات بالجسم، مهم حتى نستدرك أهمية البروتينات وأهمية دراسة البروتينات ووين داخل البروتينات بالجسم، حتى أول شيء يكون عندنا معنويات لدراستها، يكون عندنا رغبة بدراستها لأنه مهمة جدا. راح نشوف. أول شيء البروتينات مسؤولة for almost all functions that sustain life of cells and organism. البروتينات مسؤولة عن كل الوظائف اللي تحمي حياة الخلية وحياة الأورجانيزم. ناخذ طبعا راح اخذ هواي امثله. They determine cell structure, shape, perform nearly all physiological functions. يعني تحدد شكل الخلية، تحدد تركيب الخلية، تنجز كل الوظائف الموجودة بالجسم بالخلية، تنجز كل الوظائف physiological functions. طيب بعد، proteins are responsible for all crucial physiological processes such as expression of genetic information and gene replication. هاي راح ناخذها شوية هنا. يقول many protein types are involved in complex process of gene expression اللي هي transcription translation. شنو قصدي هنا بهاي النقطة؟ خل نفهم هسه شوي، خل ناخذ لمحة، خاف يعني اللي ناسيها او لمحة استذكارية، خاف اللي ناسي شنو معناته جين اكسبريشن، اللي ناسي شنو معناته ترانسكريبشن ترانسليشن، اللي ما يعرفها اصلا انتم اخذيها بالعربي فما راح تعرفوها بالانجلش. مثلا عندي اني الجين اكسبريشن قصدي بيها هي عملية الترانسكريبشن ترانسليشن. الجين اكسبريشن احنا عندنا داخل النواة الدي ان اي، الDNA يحكي بلغة النيوكليوتيد، القواعد الهيدروجين، هذني الثيوسين والجوانين والذني والثيامين وجوانين وذني كلهن، ذني هن النيوكليوتيد اللي يحكي بيهن، أو القواعد النيتروجينية النيتروجينوس سبيسز، ذني القواعد النيتروجينية هن لغة الDNA. اما البروتين يشتغل بلغه، يتكلم بلغه الامينو اسيد. احنا اللغه الرسميه بالخليه هي لغه الامينو اسيد، ما عندي النيوكليوتيد لغتها ما ماشيه، يعني من تجي النيوكليوتيد تحكي ما حد يفهمها، يحتاج انه تحكي بلغه البروتينات بلغه الامينو اسيد. فعمليه الجين اكسبريشن اللي هي تعبير الجيني اعتقد هيك اسمها، ما اعرف بالضبط يعني ما ادري بالعربي شو اسمها، بس عملية الجين اكسبريشن هي عملية ترجمة لغة الدي ان اي الى لغة الخلية اللي هي الامينو اسيد. يعني عملية الترجمة من انها اني استخدم اللغة مال النيوكليوتيد، لغة النيوكليوتيد، اقوم بعملية ترجمتها الى لغة الامينو اسيد، الى لغة البروتينات. طيب شلون تتم عملية ترجمتها؟ شلون تتم هاي الترجمة؟ عندي عملية اسمها الترانسكريبشن اللي هي الاستنساخ. أنا أجي لجين معين أستنسخ هذا الجين، أوكي أستنسخ هذا الجين، استنسخته راح يعطيني شيء اسمه RNA اللي هو المسج، مسج أم RNA، يعني RNA يعني عبارة عن شنو؟ عبارة عن مولكيول، ماكرو مولكيول، تكون وقتية، مجرد انه حتى توصل لي رسالة. وين توصل رسالة؟ توصل رسالة للريبوزوم. ريبوزوم موجود بالسيتوبلازم، فد مركب، فد عضية أورجينال. شو تسوي؟ تقوم بعملية ترجمة هاي الرسالة من لغة النيوكليوتايد، لانه الـ RNA همات النيوكليوتايد، ترجمتها من النيوكليوتايد الى لغة الامينو اسيد، فتكون لي البروتينات. هاي الطريقة اللي تتكون بيها هي هاي عملية الجين اكسبريشن، وراح ناخذها بشكل معقد ان شاء الله من نشرح عن الدي ان اي، ربما يعني ما راح نتأخر ان شاء الله بشرح الدي ان اي، مباشرة ان شاء الله بعد البروتين ناخذ الكربوهيدرات، ما راح تطول عندنا، يمكن محاضرة واحدة لها بس.
اللبد ايضا محاضرة لك اشكافي عليها، ونحكي بالـ DNA. طيب الان هسه فهمنا شنو الجين اكسبريشن، شنو علاقته بالبروتين؟ عملية الجين اكسبريشن بحد ذاتها ما تصير اذا ما عندي بروتينات. يعني راح نشوف ان شاء الله انه المواد اللي الترجم لي اللي تقوم بعملية الجين اكسبريشن اللي تقوم بعملية الترانسكريبشن هي اصلا بروتينات. يعني تيجي بروتينات هي عبارة عن ادوات، خلينا نقول ادوات او خلينا نقول اجهزة، هاي الاجهزة مكونة من بروتينات، هي عبارة اصلا عن بروتينات. تيجي تترجم لي السورة تنستنسخ، والاصلا الرايبوزوم ايضا مكون من بروتينات. فبمعنى انه البروتينات متحكمة باهم عملية تحدث داخل السيل اللي هي الجين اكسبريشن. لانه لولا الجين اكسبريشن انا ما عندي، يعني ما عندي حياة. ليش ما عندي حياة؟ انا هسه الجين اكسبريشن عندي مثلا البيبسين، انزيم البيبسين. البيبسين يقوم بهضم اللحوم بالمعدة. هذا البيبسين هو عبارة عن بروتين، فلولا عملية الجين اكسبريشن ما يتكون عندي هذا البيبسين حتى يهضم عندي المكونات داخل الخلية، داخل المعدة سوري. فتم عملية جين اكسبريشن، يعني انا عندي جين اسمه جين البيبسين، بيبسين جين. اوكي، هذا البيبسين جين انا اقوم بعملية ترانسكريبشن اله، واقوم بعملية ترانسليشن اله، ظهر عندي بروتين اسمه بروتين البيبسين. اودي اني طبعا هو يصير هاي خلايا بجدار المعدة، فيفرز البيبسين بشكل بروتين الى المعدة يقوم بهضم اللحوم. لولا يعني انا اذا اكل اكل وما ينهضم، يعني بما معناته شنو؟ بما معناته انه يعني راح اموت، ما استفاد من الاكل، قاعد اكل وما استفاد من عنده، مين اجيب طاقه؟ فاموت. فلولا عمليه الجين اكسبريشن ممكن الانسان يموت ببساطه يعني. ويعني اصلا حتى ابسط من هذا، يعني البروتين داخل بامور تفاصيل اقل اهميه من الجين اكسبريشن، ولكن نفس الوقت ممكن تكون قاتله يعني. هسه راح نشوفها. And DNA replication، طبعا مضاعفة DNA، تضاعف DNA، DNA replication هو تضاعف DNA. شوف خل نتفق ايضا على شغلة، translation هي ترجمة. كإنجليش بشكل عام استخدمها كلمة تعني معناتها ترجمة. ممكن translation يعني الترجمة، ترجمة من الانجليزي للعربي مثلا. بس من نحكي عن السيل بيولوجي، نحكي بالسيل بيولوجي، نحكي بالمولكيولر بيولوجي، ترانسكريبشن ترانسليشن معناتها ترجمة الار ان اي الى بروتين. ترانسكريبشن ايضا معناتها استنساخ، ممكن استخدمها ككلمة انجليزية. ولكن من احكي انا بالمولكيولر بيولوجي، فترانسكريبشن معناتها شنو؟ معناتها عملية تحويل الدي ان اي الى ار ان اي، عملية استنساخه. ايضا ريبليكيشن معناتها مضاعفه، ولكن من اقول دي ان اي ريبليكيشن معناتها تضاعف الدي ان اي، من اقول اصلا بس ريبليكيشن يعني اني بيها تكاثر تضاعف، فالها يعني هذا تعتبر كمصطلح، بالاضافه الى كونها كلمه انجليزيه فتعتبر من استخدمها بالمولكيولر بيولوجي بالامور العلميه تعتبر عباره عن مصطلح. هاي نقطه بس حبيت اشير لها. طيب الدي ان اي ريبليكيشن ايضا ما ممكن تصير بدون البروتينات. هسه راح نشوف هذا الشيء ان شاء الله بالمستقبل، انه الـ يعني اكو شيء اسمه بوليميريز. طبعا شوف كل شيء نضيف له اي اس اي معناته انزيم. فالبوليمر احنا عرفنا شنو البوليمر، البوليميريز هو عباره عن انزيم اللي يعني معناتها بروتين، كل انزيم هو عباره عن بروتين. فالبوليميريز هو عباره عن انزيم يقوم بعمليه تكوين البوليمر، بعملية نسميها البوليميريزيشن، وهاي مرت علينا بالمحاضرة الأولى. فالدي ان اي ريبليكيشن هو عملية تكوين بوليمر من الدي ان اي، ومن يكون البوليمر اصلا يكون البروتين. فشفنا انه البروتين لا استغنى عنه باي انتراكتنج وذ سبيسيفيك دي ان اي ار ان اي اسيد سيكونسز. طيب نعرف هسه بعد نقطة انه البروتينز are involved in storage and transportation يعني storage بالخزن وبالنقل of variety of particles. طيب of a variety of particles، خلي هالشي ناخذ فكرة عن شنو معنات الترانسبورتيشن.
عندنا بروتين اسمه البلازما البومين، موجود ببلازما الدم، يعني موجود بالدم. هذا يعتبر عملية أو يعتبر شركة النقل بالجسم، شركة النقل بالدم، يعني ينقل هواي أشياء، هواي هواي أشياء من مكان إلى مكان، اللي هو منه بروتين البلازما البومين، عبارة عن بروتين. فالبروتين مشارك بعملية نقل المكونات من عضو إلى عضو، من يعني داخل الخلية أيضا يشارك بعملية نقل المكونات، نقل أي شيء. مثلا أصلا هي حتى من يتصير عملية ترانسكريبشن والترانسليشن، اللي ينقل يعني أنا عندي أمينو أسيد هيجي فري بالبلازما ممبرين بالسيتوبلازم، هو ياخذها ويشيلها. وين يوديها؟ يوديها إلى السلسلة، يعني يوديها إلى ريبوزوم حتى تكون سلسلة. هذا اللي ياخذها منه وهو عبارة عن بروتين، يجي ياخذهن يعني يرتبهن. فبهاي الطريقة فالبروتين مسؤول عن عملية الترانسبورتيشن، عن النقل. اوكي، ايضا مسؤول عن الخزن، يخزن البروتين، يقوم بعملية خزن. يعني صراحة نشوف ان شاء الله بالمستقبل شلون يتم خزن الايرون، الحديد يتم خزنه باستخدام بروتينات معينة حتى يعني نستخدمه وقت الحاجة، فنستخدمه للخزن وللنقل. A variety of particles. There are many proteins that transport electrons of, for example, proteins of respiratory chain in the mitochondria. راح نشوف انه الـ يعني بالميتابوليزم ان شاء الله، ما راح نحكي عن الميتابوليزم، راح نشوف انه نحتاج ان ننقل الكترونات معينة، يعني ننقل الكترونات معينة من مركب لمركب، واللي يعني منو راح ينقلها؟ البروتينات. طيب البروتينات هنا شنو معناتها؟ البروتينات اشتغلت كريداكتيز واكسيديز. ريداكتيز معناتها عامل مختزل، اوكسيديز معناتها عامل مؤكسد. فالبروتينات ايضا تشتغل، نرجع للاكسيديشن ريدكشن رياكشن، يعني عملية تفاعلات الأكسدة والاختزال. شوف أن البروتينات تشتغل كعامل مؤكسدة وعامل مختزلة مختزلة. فبهذا المعنى وين موجودة؟ بالميتوكوندريا. هاي العملية لولا وجود البروتينات ما صار عندي ميتابوليزم، ما يتكون عندي ولا اي تي بي واحد، ما تتكون عندي اصلا اي يعني اي طاقه بالجسم. فالبروتين مسؤول عن تكوين الطاقه بالجسم. فهمتوا هسه اهميه البروتين وين واصله؟ بعد ادي ترانسبورت ايونز اند مولكيولز، فور اكزامبل بامبس اند شانلز ان ذا بلازما ممبرين. عندي انه بالاكشن بوتنشال او نيرف امبلس، بالاعازه العصبيه، الإعازات العصبية، الإعازات العصبية حتى تنتقل معتمدة على دخول الأيونز، دخول الأيونات من خارج الخلية إلى داخل الخلية، وبالعكس أيضا خروج معتمدة على خروج الأيونات من داخل الخلية إلى خارج الخلية. هاي العملية من ينظمها؟ ينظمها بامبس وشانلز. البامبس هن متكونات من بروتينات، بامبس هن عبارة عن بروتينات، الشانلز أيضا عبارة عن بروتينات. فلولا وجود البروتينات النيرف امبلس أصلا ما تصير، يعني الاكشن بوتنشال او نيرف امبلس اصلا ما تصير لولا وجود البروتينات، ما ينقل عندي هذا الالكترون، فما تصير عندي ميتابوليزم اصلا. لولا وجود البروتينات ما تصير عندي جين اكسبريشن، ما يصير عندي دي ان اي ريبليكيشن. لولا وجود البروتينات كل شيء ما يصير. فبهذا المعنى اهميه البروتينات جدا مهمه. بعد البروتينات طبعا هذا حكينا عن هذا الشيء، البروتينز ار also involved in communication among cells, intracellular and organs and their environments. يعني البروتينات مشاركة أيضا بعملية التواصل داخل الخلية. يعني قلنا إحنا شنو النواة أو الـ DNA، خلونا نقول الـ DNA هو عبارة عن دماغ الخلية. فالدماغ من يريد يأمر، يعطي أمر إلى مثلا إلى الميتوكوندريا أنه يعني اشتغلي، انه طبعا الميتابوليزم تصير بالميتوكوندريا، ال شو اسمه الايروبيك ريسبيريشن، التنفس الهوائي اللي هو باستخدام الاكسجين يتم بالميتوكوندريا. فحتى الدي النوات او الدي ان اي يقول يعني النوات، خلينا نقول نوات طريقه اشمل او كلام اشمل، حتى النوات تقول انه قومي بعمليه يعني قومي بالميتابوليزم، اشتغلي، تدزلها بروتين معين. الميتوكوندريا من نشوف هذا البروتين تبدي تشتغل،
انه هذا البروتين يصير تفاعل ما بين الميتوكوندريا، ما بين اغلفة الميتوكوندريا وهذا البروتين. هذا البروتين بالنسبة للميتوكوندريا هو عبارة عن رسالة انه اشتغلي، امر بانه تشتغلين. ايضا بالعكس، انه مثلا النواة تريد توقف العمل، انه توقفه لا تشتغلون، فتدز لها بروتين ثاني. الميتوكوندريا من تشوف هذا البروتين تتوقف. فبهذا المعنى، فهذا نسميه شنو؟ نسميه الكوميونيكيشن among cells، among intracellular، يعني intracellular يعني داخل الخلية. وأيضا أكو تواصل بين الخلايا، يعني أدي إحنا هسه كهرمونز كهرمونات هسه راح نشوف، خلينا نشوفها بعد. many hormones are proteins molecules، for example insulin. الانسولين هو ايضا طريقه من طرق التواصل بين يعني الخلايا بين بعضها. طبعا الانسولين وين ينتج؟ ينتج بالكبد حسب ما اتذكر، يعني بالكبد تنتج احد خلايا الكبد اللي هي الهايبوس نسيت صراحه. المهم تنتج خلايا الكبد الليفر سيلز، ذني الانسولين يروح الى خلايا الجسم كلهن. احنا الانسولين شنو وظيفته؟ وظيفته يدخل لنا الشوجر، يدخل لنا الجلوكوز الى داخل الخليه. هاي وظيفته، وظيفه الانسولين يدخل السكر الى داخل الخليه. فمن ياكل مثلا ذولا مرضى السكر اللي عندهم دايابيتس ياكلون، فيرتفع عندهم السكر بالدم بشكل طبيعي. لازم السكر يدخل الى داخل الخليه، إذا ما دخل السكر إلى داخل الخلية يعني خلايا الجسم راح تموت، وبالتحديد خلايا الدماغ. إذا خلايا الدماغ ما دخل لها السكر يعني راح تموت، يعني أقصد بشكل خاص خلايا الدماغ راح تموت. من اللي يخليها تدخل؟ من اللي يدخل السكر؟ هو الإنسولين. من اللي يفرز الإنسولين؟ خلايا ثانية. أوكي، ف يعني مثل بمعنى انه خلايا الكبد راح تأمر الخلايا العصبية بإدخال الجلوكوز. فعملية التواصل يعني كلها دخل الجلوكوز. عملية التواصل تمت من خلال البروتين، لأن الأنسولين هو عبارة عن بروتين. فأيضا هذا يعتبر كمثال انه إذا ما عندي أني أنسولين ممكن يموت المريض، يعني مرضى السكر شلون يموتون؟ نقص الأنسولين بالجسم فيموتون ببساطة. لهذا السبب ياخذون جرعات من الانسولين، انسولين يعني يزرقوه بالدم بشكل اوبر يعني بهذه الطريقة. طيب proteins play play an important role in the immune system. الانتيبوديز اللي هن المضادات الحيوية، ذني عبارة عن بروتينات. هاي كل المحتاجين نعرف عنها. بعد شنو عندنا؟ عندنا النفرلس، هاي اخر فقره واخر شيء بالفانكشنز. مع ذلك يعني نفرلس معناتها مع ذلك، proteins are not preferably utilized، يعني ما يتم استخدامها، يعني لا يفضل استخدامها بشكل energetic molecules. يعني أنا ما أفضل الجسم ما يفضل استخدام البروتينات كطاقة، يعني يهضمها كطاقة. Lipids and carbohydrates are a preferred source of energy. شنو معنات هذا الكلام؟ أنا أكثر مولكيول، أكثر ماكرو مولكيول، أكثر organic compounds أني أحب أستخدمها كطاقة، أهدمها أكسرها وأستخدمها كطاقة تعطيني ATP، هي الكربوهيدرات. من بعدها الليبيدز. بس قبل أن أروح للليبيدز، طبعا الليبيدز تعطي يعني طاقة يعني تقريبا ضعفين ونص اللي تعطيها الكربوهيدرات. هذه تعطي 9 ATP، يعني ما صراحة نسيت بالضبط، بس إنه هي تعطي ضعفين ونص اللي تعطيها الكربوهيدرات. يعني الليبيدز واحد مولكيول من الليبيد تعطيني هواي طاقة مقارنة بالكربوهيدرات. البروتينات كمية كبيرة من البروتين تعطيني طاقة جدا قليلة. لهذا السبب شنو؟ احنا منفضل الجسم منفضل استخدام البروتين بشكل طاقة as energetic يعني مولكيول. ولكن البروتين بنفس الوقت يهضم بسهولة، الخلية تقدر الخلايا يعني والجسم يقدر يهضمه بسهولة حتى يحوله إلى ATP حتى يستفاد يستخدمه كطاقة. الليبت صعب شوية بالهضم، يحتاج لوقت بالهضم.
الكربوهيدرات سهلة وتعطي طاقة هواية. فالجسم بالأول يعني يستخدم الكربوهيد، مثلا إذا أنت قضيت وقت ما أكلت، رحت للصحراء وعفق بالصحراء وما قاعد تأكل، فأول شي تهضم أنت الكربوهيدرات اللي عندك، بعدين تهضم شوية بروتين. ليش شوية بروتين؟ لأنه الجسم يعني ياخذ بنظر الاعتبار أنه ممكن العملية يعني أهضم لي مثلا شوية بروتينايات، كم بروتينايات، فتصير يعني تمشي الحال وراح ياكل هذا الشخص، يحس على نفسه ياكل لان انا جوعان، بس ما ياكل، يشوف انه ماكو اكل ماكو استجابه، يرجع يحول يهضم اللبت، كمل اللبت كلهم، يرجع ياكل البروتين، يهضم البروتين، خلص البروتين يعني بعد ماكو طاقه يموت الانسان ببساطه. طيب